أعلن مركز التواصل الحكومي أمس الجمعة عن مشروع وينتر وندرلاند الكويت، والذي سيتم افتتاحه بموقع حديقة الشعب في بداية موسم الشتاء عام 2022، بعد أن تم توقيع الاتفاق بين شركة المشروعات السياحية وشركة عالمية متخصصة في صناعة الترفيه. ذكر المركز أن المشروع جاء بتوجيه ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتنفيذ وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد وفريق عمله، بهدف إنجاز المشاريع الترفيهية الرئيسية بما يعود للمواطنين بالنفع العام.